أخبار اليوم. كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم وان شاء الله. حلقة النهاردة تجنن. قال لي دلوقتي الناس بتبقى مشككة وعارفة كويس ان في برامج مقالب وطبيعة البرنامج ايه والحاجة. قلت له طب انا هسأل سؤال بسيط، انت لو انا قلت لك هتاخد فلوس ويبقى براك اسود وجواك تعبان ومنتش عارف هتروح فين وانت ونصيبك، هتقبل؟ لا يا الهي، دي اتمرمطت اتمرمطت. داني ده لو هو لو مش هقولك لو عارف، ده لو اعصابه مية مية. لو هو اسد هو التاني. بس لو اعصابه مية مية صدقني الاسد ده كفاية صوته يا راجل، ده كفاية صوته. بس انا كل اللي عايز اقوله لك ان انا شخصيا بتعامل مع الحلقة وبيقولوا لي فلان الفلاني جاي دلوقتي، ما يدور في الكواليس وما يدور خلف الكواليس وما يدور في مش عارف ايه، وبنبذل مجهود خرافي خرافي علشان تقنع الضيف انه يجي لك لغايه عندك كويس من غير ما يعرف حاجه. بيبقوا اختين، ميس حمدان وميس اللي ما تتبش في مكان ام 100 لسان. ميس حمدان والله ايفريبادي ابراهيم سعفان والاثنين نفسهم يقعوا في نفس المقلب، يعني كويس. يعني عارف الحاجات اللي هي ايه، لما استضفنا ميس بعد ما اتعمل فيها البرنامج وفعلا قلبها وجعها بجد، يعني قعدت تنهج شلناها ما عرفتش تقف. قالت انا طالبه منكم حاجه، هاتوا مي. هاتوا مي اعرف نفسي هاتوا مي. قلت لها ليه؟ قالت لي لا ما اقعش انا في البرنامج ده لوحدي، ده تقعد تزل فيها اليوم كله. فقلت لها طيب توعدينا، وحلفت. انا بكلمك بصدق شديد، حلفت انها مش هتجيب سيره خالص. كويس، ضيف ينزل في الفندق الفلاني وضيف تاني ينزل في الفندق الفلاني، ده يجي على طياره الاثيوبيه وده يجي على مصر للطيران والتاني يجي على الاميريتس. شغلانه ما لا تتخيلها. مخابرات عشان توصلوا بالظبط. وهم راجعين اول ما بيخلص اللي هو القسم بقى انه فعلا مش هيقول ومش هينطق ومش هيعمل ومش هي، علشان الناس اللي جايه بعد كده حاجه زي كده. طب مين اللي جاي بعد كده؟ ما اقدرش اقول لك.